السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، حياكم الله جميع إخواننا على قناتكم كشف الكنوز، وإن شاء الله رمضان مبارك على الجميع، وربنا يتقبل الطاعات، وربنا يفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. الله يفرج عن الجميع يا رب بحق رمضان. إخواننا الكرام، نتحدث عن موضوع كتير هام، خطوة قد لا يلاحظها البعض هي التي تؤدي إلى كشف الأبواب وكشف المدافن. شغلتها بسيطة جدا لكن عليك التدقيق بها. أول شيء نبدأ إخواني بالقص الصخري، مفتاح لكشف الغرف وكشف الأبواب. الأبواب لهم ميزة أخرى راح نتحدث في سياق هذا الفيديو، لكن تابعوا معنا للآخر. القص الصخري الذي نسميه السماوي هو يأتي لحدود سقف، والقص الصخري الذي يأتي جانبي هو يكون لحدود جدار أو غرفة، جدار تابعة لغرفة شيء أكيد. يعني القص الصخري حينما يكون إخواني لا يظهر منه إلا جزء بسيط من تحت التراب، فحينما تنظف وتنزل به، حينما حدود هذا القص تنزل به إلى الأسفل، تنظف التراب، تنظف الصخور، يتبين معك شيء آخر. لاحظوا معنا كيف أنه كان بداية شيء يعني تحسبها أرضية لكن لها حرف قص صخري، هو الذي أخذنا إلى الأسفل. فالأسفل طلعت معنا النافذة الروحية التي تسمى شباك غرفة أو النافذة الروحية، ومع عدة تثبيتات للأجران. طبعا إذا نزلنا لتحت راح يكون نهاية القص الصخري، ونشتغل على ذلك بعد هذا الأمر. القص الصخري إخواني الكرام بالنسبة للأبواب، إذا جاء قص صخري وعليه سيال روحي عرضي، هذا السيال الروحي إخواني الكرام هو يحدد لك سقفا وباب. إذا تعدد هذا السيال، مثلا كانوا اثنان عندك بابين، إذا كان عندك سيال متقن على الباب مع القص، شايفين إخواني مع قص هذا الصخري، إذا كان عندك سيال فهناك مدخل، وهذا المدخل يكون له باب، له يعني باب إغلاق يعني، فعليك أن تنزل حتى يعني تظل تنظف التراب لا يطلع عندك المدخل. فهناك مدخل إذا رأيت السيال على القص، بيجي سيال سيالين هو بعدد لك الغرف، يعني كم غرفة وكم باب. فإذا نزلت ونظفت تحت أسفل هذا القص، الله أحيانا يجي متر ونص، أحيانا مترين ونص، أحيانا مترين، حسب كل حضارة، بالبيزنطية، الفينيقية، الرومانية واليونانية مثلا، كل حضارة أخواني لها اتجاهات معينة، لها طقوس وأمور تتبعها عند هذا المدفن أو ذاك، ووضع الإشارات ووضع الأمور. لكن القص الصخري في جميع هذه الحضارات كان العامل المشترك، القاسم المشترك، صدقوني يا إخوة، أنه معظم الحضارات إذا أردت أن تكتشفها وأنت في البحث والفحص، إذا رأيت هذا القص، إن كان جانبي إن كان سماوي أو سقفي كما يطلق عليه، فأنت أمام غرفة لا شك بذلك. ممكن تكون فيها تكنيز، ممكن لا، لكن غرفة عليك الفحص، عليك فحص داخلها، عليك الفحص القبور إذا كانت مقبرة، وعليك الفحص في هذا المكان المغلق اللي لولا أهميته ما جعل له هذه الغرفة والسرية والسرداب، هذا السرداب السري اللي يؤدي، وتم يعني التكتيم على الأبواب وإخفاء الأبواب. يعني أهم شيء للقص هو كما قلنا يقود إخواني، إذا كان مع سيالات الروحية هو إشارة، السيالات تحدد لك الأبواب وتحدد لك عدد الغرف والجدار. فهي كتير ناحية كتير هامة جدا. هلا في ناس بتشوف القص الصخري بتقول لك ما في إشارة بجانبه، هو بحد ذاته إشارة يا أخي. القص الصخري إشارة، إشارة معروفة أنها يوجد هنا غرفة مخفية
غرفة لها جدران، غرفة لها سقف ولها باب. فالمدخل عليك البحث عن مدخل حينما تجد السيال على القص، يقول لك أن هنا يوجد باب، هنا يوجد سقف، هنا يوجد جدار. فتحديد القص الصخري إخواني كثير مهم جدا جدا. وكما قلنا في مختلف الحضارات حينما يخفون هذا المدفن أو هذه الغرف المخفية تحت الأرض، وحينما يظهر من مثلا من عوامل الطبيعة ظهر هذا القص الصخري حرفه، تمام، يعني حرفه البسيط هذا ظهر على سطح الأرض، وأنت لا ينتبه إلى ذلك إلا الخبراء الخبير. دائما إخواني ينتبه أن هذا حرف قص صخري، هذا القص الصخري تبعه نزل معه متر متر ونص مترين، وصل إلى الباب، وصل إلى أرضية هذه الغرفة، وصل إلى يعني الشيء المنشود وإلى الشيء المقصود. فلذلك أخواني الكرام دائما الانتباه على القص الصخري، وخاصة إذا رأيت بجانب هذا القص جرن عميق فهو يثبت لك الباب، جرن فتحته صغيرة لكن عميق، هذا يثبت لك الباب، يقول لك هنا الباب، انزل إلى أسفل هذا التراب والصخور مع التنظيف والحفر. أما إذا كان كما قلنا سيال روحي مع القص، هنا يختلف الكلام، يكون هناك غرف، يكون هناك أبواب، لكن عليك الاتباع لهذا السيال والعمل عليه، لكنه هام بتحديد الباب والغرف وعدد الغرف والسقف والجدار. هذا كثير هام إخواني، كثير من الأبواب فتحت عن طريق القص الصخري، والفحص تمام يكون بشكل دقيق، وحين عند ذلك يكون العمل من الداخل، والأمر يحتاج إلى تدقيق وانتباه فقط. الانتباه على القص كيف يأتي، وكيف يرسم الغرفة والجدار، وكيف نكتشف هذه الأبواب المدفونة تحت الأرض والمغطاة بالتراب. تحياتنا لكم، لا تنسوا فضلا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. من أحب الانتساب والانضمام إلى عضوية في هذه القناة لكثير من تقديم المساعدات والخدمات كالأقمار الصناعية بشكل مجاني والتحليل والمساعدة في التحليل على الأرض مباشرة. تحياتنا لكم وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات.